بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرتنا اليوم surface area of pyramids، المساحة السطحية للأهرامات. pyramids الأهرامات هاي راح يعرفها pyramid هرم، pyramids أهرامات are similar to prisms، يقول هي مشابهة للمنشور، and that every some sort of a polygon as the base، من ناحية انه القاعدة ما تكون مضلعة. In the case of a pyramid، يقول في حالة الاهرامات، however مع ذلك each vertex، كل رأس، يقصد اني هاي vertex، هذا vertex of pyramid، كل رأس للهرم، دول الاربعة رؤوس، each vertex of the base اللي بقاعدة الهرم connected to the same point، تتصل بهاي النقطة. إذن هذا تعريف الهرم، هو مشابه للموشور، that every some short of a polygon as the base، يقول هو مشابه للهرم لأنه إلى قاعدة مضلعة للهرم، إذن مشابه للموشور. الأربع رؤوس مالت القاعدة تلتقي بنقطة واحدة. This is a square base pyramid since its base is a square، but the base can be any shape، يقول هذا قاعدته مربعة بس ممكن تأخذ القاعدة أي شكل غير المربع ويبقى شكل هرمي. To find our surface area، لإيجاد المساحة أن نريدها، هو الدرس كليته انه شلون نجد المساحة مالت الهرم. We will just need to find the area of those four triangles going up to the back and added on one base، يقول على مود احنا نجد هاي المساحة لازم نحسب دول المثلثات الاربع مساحتهم. هذا مثلث، شوفوا عيني، هذا مثلث، النوب هذا بصفه مثلث، هي من ناية اثنين، هذا مثلث ثلاثة، وهذا المثلث العلوجي أربعة. من نحسبهم دولة ونضيف لهم مساحة القاعدة، نطلع المساحة الكلية للهرم. To find the lateral area، المساحة الجانبية على مود نوجدها، وبعدين لأن مساحة القاعدة بسيطة 6 × 6 = 36 مساحة المربع. We will need to find the area of this triangle، شلون نجد المساحة مال دولة؟ ناخذ كل واحد منهم دولة نصف القاعدة في الارتفاع، لازم يعطينا الارتفاع مال المثلث مو هذا الارتفاع، اكو فارق، هذا الارتفاع المائل هو الناخذه مو هذا الارتفاع العمودي، هذا ما يخدمنا، المائل يخدمنا ليش؟ لان المائل راح يعطينا وجه المثلث، هذا نحسب مساحة نضربه باربعة تطلع المساحة الجانبية. هسه راح نشوف شلون. اذا since this pyramid has a regular base، يمتلك قاعدة منتظمة، we can find the area of one triangle and multiply this area by 4 to get the lateral area، لأنه قاعدته منتظمة راح نحصل نحسب مساحة هذا المثلث ونضربه بأربعة. مساحة القاعدة هي مربع 6 × 6 = 36، إذن فقط نجد مساحة المثلثات. إذن هاي قاعدة لحساب أي مساحة هرمية، نحسب مساحة الأوجه المثلثة كلها زين بحساب مثلث واحد ونضربها بعدد المثلثات الموجودة حسب القاعدة مالته. If we will know is the base، إذا عرفنا القاعدة of this triangle، هذا التريانجل هو بو، مع ذلك we cannot solve this problem، تمام ليش؟ لأن ما عندنا الارتفاع، صحيح عندنا القاعدة بس الارتفاع ماكو زين. سلانت هاي الارتفاع المائل، هذا الارتفاع المائل هذا المطلوب، وهذا التيتيد هذا الارتفاع العمودي ما يخدمنا هنا. ليش ما يخدمنا؟ لان ما ينطينا ارتفاع المثلث، لان قانون حساب المثلث هو نصف القاعدة في الارتفاع زين. فالسلانت هاي يقول ديستنس، المسافة فروم بيك دون افيس، من هنا من رأس الهرم لحد الأسفل. Perpendicular عمودي to the upside size، إذن المسافة من هاي النقطة زين هاي the peak لحد
هاي النقطة بس شنو راح يصير؟ راح يصير عمودي على من؟ على هذا السايد المقابل. زين altitude align segment strength down، الخط النازل بصورة مستقيمة من رأس الهرم للقاعدة. زين from a point down to the middle of the base، في منتصف القاعدة of pyramid. اذا الخط النازل من بصورة مستقيمة من الرأس الى من نقطة منتصف القاعدة، هذا الالتيتيد، ما له علاقة به بس تعريفه مطلوب. سلانت هاير، الارتفاع المائل هو اللي يخدمنا بالشغل، هو ايضا تعريفه مطلوب. The altitude does not help us when trying to find the surface area of a pyramid. اذا الخط العمودي هذا او الارتفاع ما يخدمنا بايجاد المساحة مالت الهرم. The slant higher is much more useful، فالسلانت هاير جدا مفيد لنا. ليش؟ لان راح ينطينا حساب المثلث ونضربه باربعة. واضح يعني؟ اذا هنا الهرم كخلاصة انه مساحة الهرم هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة. زين اذا هنا اذا فرضنا انه الارتفاع 8 راح يصير نصف القاعدة في الارتفاع. لاز فوكس، نركز على سايد واحد او جانب واحد من الهرم، هذا اخذنا ركزنا عليه، نصف القاعدة نصف في 6 3 في 8 24 وحدة مربعة مساحة المثلث، هن 4 مثلثات، فأربعة وعشرين في أربعة راح يصير عندنا 96 سكوير. نضيف هالمساحة الكلية راح تساوي المساحة الجانبية اللترال أريا اللي هي 96 زائد القاعدة البيس المربعة 36، حاسبيها طلعت 132 سكوير يونت مساحة الشكل الهرمي. إذا الشكل الهرمي نحتاج المساحة الجانبية اللي هي عبارة عن عدد من المثلثات، ناخذ مثلث واحد باستخدام الارتفاع المائل ويا ضلع من القاعدة، وبالتالي راح نحسبهم نضربهم عدد المثلثات اضافة الى مساحة القاعدة. زين then a pyramid is characterized by the following، انه الهرم راح يكون مميز بالاتي، it has only one base، عنده قاعدة واحدة، بينما البريسم المنشور لا عنده قاعدتين. it has a triangle sign، الشكل الجانبي إلى هو مثلث. هاي التفاصيل كلها المعلومات يعني تفيدكم. In order to find the area of one of the triangle face، بالبداية أو بالترتيب لازم نشوف مساحة وجه مثلث واحد. The slant higher must be known، لا الارتفاع المائل يجب أن يكون معلوم. The surface area is found by adding the areas of this triangle، إذن المساحة السطحية الكلية والمساحة السطحية لازم نوجدها بإضافة المساحة ذول المثلثات to the area of the base، لمساحة القاعدة. هاي الخلاصة مال الشكل الهرمي. هنا surface area of cylinders، مساحة السطحية للسلندر، الاسطوانة يعني معروفة الاسطوانة. We see cylinders every day، نشوف الاسطوانة كل يوم. One example of cylinders is a can، هاي الأكان يعني هاي العلبة، شايفين العلبة مال تجي المعلبات مال اللونة وغيرها، هالشكل معروفة الاسطوانة يعني. A cylinder is very similar to prism، يقول السلندر كل شيء يشابه المنشور. however instead of having a polygon on the top and bottom they have a circle، يقول تشبه المنشور بس دائما القاعدة العلوية والسفلية هي عبارة عن دائرة. The above cylinder is called a right cylinder، هاي يسموها السلندر الستاندر او السلندر الصحيحة. Just as there are right and oblique prisms، يقول مثل البريزمز هم اكو صحيحة عدلة واكو مائلة. There are also right and oblique cylinders، يعني بالسلندر هم اكو سلند مثل هاي، هذه right هذه لا المائلة. زين We are all going to deal with right cylinder in this class، احنا راح ندرس فقط بهذا الصف العدلة يعني المائلة ما لنا علاقة بها.
And this lesson بهاي المحاضرة أو بهاي الدرس أو we are going to learn how to find the surface area of a rice cylinder. راح نشوف شلون نحصل على المساحة السطحية للسلندر الصحيحة. زين. This surface area has two parts. هذا تحتوي على جزئين. The literal surface area المساحة السطحية الجانبية. The area around cylinder إذا المساحة السطحية هي هاي اللي تفتر حول الأسطوانة. The area of the top and bottom surface والمساحة مال الوجه الأعلى والأسفل اللي هي عبارة عن دوائر. Imagine cutting this نتخيل إنه نقطع ذني إلى أبر الرولينج إت يعني هذه إذا نقطعها راح تصير لنا بهالشكل ها. And laying it out flat نقطعها ونطلعها برا. We end up with a triangle راح نحصل بالنهاية على مستطيل. هذا المستطيل الارتفاع مالته هو نفس الارتفاع السلندر بس ال- 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 العرض مالته شلون نحصله هذا من تلفه هسه ترجعه هو عبارة عن محيط الدائرة وبما ان الدائرتين مساويات اذا ذولا العرض مالتهم مساويات ايش قد محيط الدائرة 2 باي في نصف القطر واضح عيني اذا مساحة السلندر راح يكون عندنا جزئين الجزء الدوائر هن نفسيتهن والمساحة الجانبية إذا فتحناها راح تصير على شكل مستطيل الارتفاع مالته اتش وهذا العرض مالته هو محيط الدائرة السفلية وهذا العرض هو محيط الدائرة العلوية بما أن الدائرتين متطابقات إذا هذا وهذا مساويات إيش قد المحيط هو نصف القطر مضروب في النسبة الثابتة مضروب باثنين زين The length of this triangle هذا الحكي اللي حكينا احنا هسه قلنا is equal to the هاي المحيط circumference of this base thus ولهذا the literal area of this triangle is 2 by r في h واضعيني يعني الطول في العرض الارتفاع h والعرض هو محيط الدائرة The total surface area of this cylinder is our little area plus the area of the base. المساحة الكلية السطحية راح نضيف لها مساحة المستطيل مضافة لها مساحة القاعدتين الأعلى والأسفل اللي هي عبارة عن دوائر. إيش قد مساحة الدائرة؟ باي في آر تربيع نصف القطر تربيع بالنسبة الثابتة. عندي دائرتين راح نضرب. إذن هذا القانون هو قانون إيجاد المساحة. هاي المساحة الجانبية. هاي المساحة العلوية والسفلية. Remember نتذكر what we did to find this formula and then we won't have to memorize it. ونتذكر هذا الشيء. إن شاء الله المحاضرة الجاية نكمل هذا الجزء الآخر. والسلام عليكم ورحمة الله.